السلام عليكم. يعني امكم متأنسولين، وعرف ازاي انها ممكن تكون عندي، وايه اهم التحاليل اللي تثبتها، وايه اعراضها، واهم اسبابها. هنجاوب على كل الاسئله النهارده اللي محيرانا، ونعرف مع بعض كل تفاصيلها وباختصار زي ما اتعودنا. لسه اول مره يتابعنا، معاكم سالي بيار، استشاري تحاليل طبيه معمل سالي لاب. اتكلمنا قبل كده في حلقه مهمه جدا عن هرمون الانسولين، اتكلمنا في اهميته واهم اسباب ارتفاعه واهم اسباب انخفاضه، وقلنا الهرمون ده مهم جدا في ان هو بيخرج من البنكرياس اول ما يلاقي السكر ارتفع شويه في دمي، على طول عايز ينظم النسبه بتاعته، يبدا يخزن جزء في الخلايا ويخزن جزء في الكبد على هيئه جلايكوجين، ويبدا يحاول ان هو يستهلك، والباقي يخزنه في سوائل الدهون. طيب يعني ايه بقى مقاومة انسولين، وان ممكن يبقى فيه مشكلة؟ مقاومة الانسولين عن طريق ان الانسولين يرتبط بالسكر اول ما يلاقيه ارتفع، بسبب ان انا اكلت اي حاجة فيها نشويات او كربوهيدرات، والانسولين عايز ينظم النسبة بتاعته، عايز ياخدها من دمي يوديها الخلايا. ارتبطوا ببعض وراح على الخلايا، لقى فيه الريسبتورز اللي احنا بنسميها مستقبلات الانسولين على سطح الخلايا، لقاها مقفولة زي ما بنقولها كده، البوابات مش راضية تتفتح. طيب كون ان البوابات دي مش راضية تفتح عشان تدخل الانسولين جواها وهو مرتبط بالسكر، وتبدأ تستهلكه وتطلعه في صورة طاقة، بقى كده في مقاومة للانسولين. انسولين موجود بس مش شغال كويس، فايه اللي بيحصل؟ بيشوفوا البنكرياس وهو موجود كده لسه في الدم عالي، والسكر كمان عالي، يطلع انسولين كمان. البنكرياس مش فاهم، طول ما هو شايف السكر عالي في الدم عمال يخرج انسولين كمان، فيعلى اكتر واكتر. جينا احنا دخلنا اكل تاني في كربوهيدرات او في نشويات، علت السكر، ادى اشاره للبنكرياس يطلع انسولين كمان، فيفضل على طول النتيجه لكده ان الانسولين مستواه عالي في الدم، والسكر كمان ما انخفضش، فضل عالي هو كمان. هتبدا تحصل مجموعه اعراض تخليني اشك في مقاومه الانسولين عندي. منها هيحصل ان الخلايا ما دخلهاش مصدر الطاقة بتاعها، فيبقى فيه خمول واحساس بالتعب وعدم القدرة على بذل اي مجهود. هيبدأ يحصل ان انا عايز انام على طول. هيبدأ اعراض كده زي اعراض مرض السكر بالظبط، حتى لو احنا ما وصلناش لسه لان احنا نبقى مرضى سكر. هيبدأ يحصل عطش، جوع كتير، ما هو مفيش طاقة، الخلايا عايزة تتغذى. هيبدأ يحصل ايه كمان؟ تكرار لعملية التبول، لان في سكر عالي في الدم وعايز يخرج، غير كمان ان احيانا بيحصل التهاب في اعصاب المسادة. هيبدأ يحصل ايه كمان؟ نبص نلاقي البوتاسيوم هيبقى قليل. هيبدأ يحصل التهاب في الاعصاب، يبدأ يحصل زوائد جلدية، ونشوف احيانا كمان ظهور لبعض الخطوط البني او البقع البني تحت الأبطين او حوالين الرقبة. طيب هيبقى فيه ايه كمان؟ هنلاقي فيه دايما الشخص ده يشتهي للسكر، دايما عايز حاجة مسكرة، تبص تلاقيه مش بيخس بسهولة. احيانا ممكن بقى يسبب مرض السكر، خصوصا السكر تايب 2، وممكن يؤدي لأمراض مزمنة، وهي مشكلته كلها في كده، يؤدي لأمراض مزمنة كتير زي كمان أمراض القلب وأمراض الكبد، أمراض الضغط، ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم. ممكن يسبب ايه كمان؟ تكيسات المبايض، تكيسات المبايض نتيجة وسبب احيانا كمان لمقاومة الانسولين، وعرض مهم من اعراضها. هيبدأ يحصل خلل في الهرمونات، ممكن مثلا الاستروجين يبقى مش متزبط، ممكن يحصل قلة في نسبة التستوستيرون. طيب الوقت مقاومة الانسولين ديت اتفقنا السكر عالي والانسولين عالي، طب هل في اي وقت لو انا مريض مقاومة انسولين اجي اعمل تحليل السكر صايم وفاطر هلاقيهم فعلا مرتفعين؟ المشكلة بقى في كده، مش دايما هيكونوا مرتفعين لو انا ما وصلتش ان انا ابقى في مرحلة فعلا السكر تايب 2 وابقى مريض سكر. في مرحلة ما قبل السكر ممكن نلاقي السكر طالع طبيعي خالص في الصايم او الفاطر، ممكن اعمل سكر تراكمي كمان الاقيه طبيعي، واحيانا الاقيه بقى في مرحلة البري دايابيتك اللي هي من 6.5 و7 لحد 6.4 مثلا. تمام؟ طيب امال انا اعرف منين
ان انا عندي فعلا مقاومة انسولين. ايه التحليل اللي هيأكد شك الدكتور؟ لما احنا بنقول انا شك من الاهراض او الدكتور اللي انا بتابع معاه شك ان عندي مقاومة انسولين، لازم اتفقنا في تحليل يأكد المرض ده. لما انا بعمل سكر صايم وسكر فاطر يطلعوا كويسين، اعمل سكر صايم يطلع مقرب كده على 110 مثلا او يطلع طبيعي خالص، بس اعمل فاطر الاقيه عالي حاجة بسيطة، اعمل الاتنين الاقيهم كويسين، اعمل معاهم السكر تراكمي ممكن الاقيه كويس. فبتبقى حاجة تحير، هو في سكر ولا مفيش؟ هل انا وصلت لمرحلة ان انا مريض سكر تايب 2 او انا حتى في مرحلة البري دايبتك؟ هل انا مريض مقاومة انسولين فعلا؟ في تحليل اسمه هوما اي ار بنعمله في المعمل، عبارة عن تحليلين في بعض. لازم العيان يكون صايم من 6 ل 8 ساعات اللي عنده الاعراض بتاعت مقاومة الانسولين، وهنعمله تحليل انسولين صايم وسكر صايم، وبطريقة معينة كده المعمل هيقدر يحدد نسبة مقاومة الانسولين طالعة كام بالظبط. تمام، المفروض اقصى حاجة ليها تكون لحد 1.7. طيب دلوقتي انا في كمان حاجة كده بنقولها دايما جنب التحليل ممكن تبقى مؤشر لاحتمالية وجود مقاومة انسولين، احنا بنقولها لبعض الناس. لو قسنا المحيط الوسط بتاعنا بالنسبة للسيدات ما يكونش زايد عن 80 سنتي، بالنسبة للرجالة ما يكونش زايد عن 94 سنتي، لو زاد يبقى في احتمالية ان انا عندي مقاومة انسولين. بس خلينا طبعا معترفين بالتحاليل اكتر وبالاعراض اللي اتفقنا عليها. طيب ايه بقى الاسباب اصلا اللي ممكن تؤدي لمقاومة الانسولين؟ يعني امتى اشك اكتر كمان من الاعراض والتحاليل بتاعتي ان انا عرضة اكتر لمقاومة الانسولين؟ اكون باكل دايما نشويات وكربوهيدرات بكثرة، ده من اهم اسبابها. على المدى الطويل وباكل السكريات كتير والنشويات ممكن ابقى عرضة طبعا لمقاومة انسولين. من ضمن الاسباب ان انا اكون مش بمارس رياضة، في الا للمجهود البدني والا للحركة والنشاط، في اصلا توزيع مختل كده للدهون في الجسم. طيب في ايه كمان؟ حاجة اسمها متلازمة التمثيل الغذائي، امراض الكبد، امراض السمنة والقلب عرضة اكتر طبعا لمقاومة الانسولين. زي ما اتفقنا تكيسات المبايض زي ما هي نتيجة ممكن تبقى سبب وعرض شهير جدا. طيب في ناس كتير بتسأل انا خلاص اتشخصت ان انا مريض مقاومة انسولين، هل العلاج دايما يكون دوائي وعلاج بقراص كده الدكتور هيكتبهولي لكل الحالات؟ عايزين نتفق مع بعض اتفاق. في مرحلة اللي احنا اتفقنا عليها اسمها بري دايابيتك، انا لسه ما بقتش مريض سكر فعلا، لسه ما جيتش اعمل تحاليل السكر بتاعتنا، سكر صايم وفاطر والتراكمي الاقيهم كلهم عاليين وبارتفاع ملحوظ، واكتر من مرة بكرر التحليل يطلع عالي وفعلا الدكتور شخص الحالة على انها مريض سكر. دي اللي هيكون فيها العلاج، لو انا مريض سكر فعلا هيكون العلاج دوائي طبعا مع تنظيم الاكل والنصايح اللي الدكتور هيقول عليها. المرحلة بقى اللي هي لسه التحاليل طبيعي ولسه انا ممكن اعمل سكر تراكمي الاقيه في مرحلة البري دايابيتك اللي قلنا عليها، وانا بقول ان انا كده مرحلة ما قبل السكر، انا مريض مقاومة انسولين، وحتى لو مش مقابلة السكر انا اصلا عرضة بسهولة جدا لان انا اكون مريض سكر تايب 2، وعرضة اكتر للامراض المزمنة اللي قلنا عليها انها تيجي بسهولة. طيب عايزة الحق، هل في حاجة ممكن تلحقني ان انا ادخل في مرض السكر فعلا او ان انا اكون عرضة للامراض المزمنة دي ويكون مش علاج دوائي؟ المرحلة دي مش علاج دوائي. اغلب الدكاترة بتنصح بمنع النشويات، تنظيم الاكل، بمنع السكريات خالص، تقليل النشويات جدا بقدر الامكان، بان انا اقلل عدد ساعات تناول الطعام ليا. يعني في حاجة كده اسمها صيام متقطع، بان انا امنع الاكل خالص اكتر من 16 ساعة واخلي مرحلة الطعام كله متركز في 8 ساعات، ده هيقلل لي نسبة الانسولين اللي داخل جسمي طالع من البنكرياس ويبقى موجود في دمي بقدر الامكان، فيساعد مع الاستمرار عليه
في علاج مقاومة الأنسولين. طيب ايه كمان؟ ممارسة الرياضة طبعا. كل ما مارست الرياضة كل ما ساعدت نفسي اكتر بسهولة وحميت نفسي. ايه كمان؟ اقلل الضغط والتوتر النفسي. وطبعا بينصح احيانا بتناول بعض الفيتامينات المساعدة كمان عشان نقاوم مقاومة الأنسولين. خلصنا كل حاجة بخصوصها، سواء اسبابها اعراضها اللي هيخليني اشك، ايه هي التحاليل اللي ممكن اعملها، اخلي بالي ازاي من ان انا ما ادخلش فعلا في مقاومة انسولين توصلني لمرحلة مرض السكر او مرحلة الامراض المزمنة، ومشاكل بقى ضغط ومشاكل القلب مش بس كمان على قد مرض السكر. قالوا اي سؤال يكتبوا لي في كومنت. ما تنسوش انا دايما بسيب لكم في صندوق الوصف لينكات بتاعه السوشيال ميديا، سواء صفحتنا على الفيسبوك، سواء الاكونت بتاع الانستجرام لمعمل سالي لاب، لينكات الحلقات المتعلقه بالحلقه بتاعتنا. تابعوني دايما وسيبوا لي اسئلتكم واستفساراتكم. لو عجبتك الحلقه لايك وشير، لو اول مره تشوفنا اشترك بالقناه، اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس. سلام عليكم.